كان موجود عندنا في الهوم ورك، بس نوضح الآلية اللي كان أو الإشي المطلوب فيه. هلا المطلوب إنه إحنا في عنا array، هاي الأري عشان تشتغل يعني معنا هذه الألجوريثم، هاي الأري بيحكينا إنه هي من 0 لـ99 ولازم تحتوي على الأرقام من 0 لـ99، تمام؟ يعني أنا عندي الأري من 0 لـ99، فهي السايز تاعها كم بكون حجمها؟ 100، أوكي؟ فمثلا بده يانا نحسب مثلا زي هون كم الواحد تكررت، كم الصفر متكرر، لكن الأرقام المسموح تعوضها هون، أوكي؟ من 0 لـ99، يعني ممكن أنا أعبيها كلها 99 أو مثلا 0، بس ما ينفع أجي أقوله 102، ما رح تشتغل معنا الخوارزمية. عشان تتضح الصورة أكثر خلينا نشوف الكود، خلينا نشوف الكود. طبعا هون الكود رح أرسله رح أرسله. فمثلا عند التنفيذ هنا حسب يعني إنه أنا عندي 6 عناصر مثلا، رح أطبق المثال على إشي بسيط، إنه 0 تكرر مرتين، 1 تكرر 6 مرات، 2 تكررت مرة، وهذا صحيح. طيب كيف اشتغلت هذه؟ خلينا نشوف. ببساطة خلينا نفترض إنه السؤال عندي بيحكي عن 6 عناصر، معناته أنا عرفت array تمام تتكون عندي من 6 عناصر اللي هو 0 1 2 3 4 5. بالمقابل أنا ممنوع أحط فيها غير أرقام بين 0 لـ6، يعني أنا هنا حطيت فيها 1، حطيت فيها 0 1 2 1 0، حبيت الأرقام. لكن لو إجيت حكيت لي بدي أحط رقم 20، طبعا غلط. ليش؟ لأنه السايز تاعها 6، أوكي، عشان تمشي معي الخوارزمية. هذا هون الكومبايلر. طبعا أنا رح أحلها بطريقة بيجو أوف أن، حلي صحيح 100%، وهي نفس الفكرة تاعت الدكتور، أوكي، نفس الفكرة تاعت الدكتور. هون الخطوة هذه احنا رحنا عملنا الري، اوكي، كلياتها ايش؟ بنفس الحجم، يعني هذا 0 1 2 3 4 5 بنفس الحجم. ايش كلها؟ كلها اصفار، كلها اصفار. هاي المصفوفة اسمها تي، هاي المصفوفة ايش اسمها؟ فريكوينس، يعني التكرار، تمام، اللي اسمها التكرار. خلينا نغير لون الخط عشان نبلش الحل. اوكي طيب وصلنا لهون، هون الحل. في عندي عداد اسمه I، هذا العداد ببلش من 0، حلو. حنيجي على هاي الجملة ببساطة، ببساطة شوف كيف الموضوع. أنا عندي frequent T of 0 1 plus plus، إيش يعني هذا الكلام؟ يعني أنا بدي عوض، يعني بدي frequency للT الـ I عندي 0 0. طب T روح على 0، كم قيمة؟ 1، يعني أنا بدي frequent 1، صح؟ يعني إحنا بس عوضنا تعويض، هذه الخطوة هاي تعويض. شو اعمل فيها؟ زيد لي عليها بلس بلس، يعني انت روح على فريكوانت على 1، زيد عليها 1، صارت هنا 1، حلو؟ بعدين لفينا الاي صارت 1. يعني ببساطة انا بدل ما احط هنا، ببساطة يعني، اوكي، ببساطة انه هنا انا صار بدي اي الواحد، تي اف 1 كم؟ 0. فانا روح على فريكوانس اللي هو 0 وزيد عليه 1، فكم صارت؟ 1، اوكي. هاي ببساطة الموضوع. يلا نرجع هلا، ايش بصير عندي؟ 2 العداد، العداد 2، العداد، اوكي، بس شوي اشوف ليه بطل يمسح معنا. اوكي اوكي بس نوضحها يعني اكثر. هون صار عندي العداد انه بده تي اوف 2، تي اوف 2 1، يعني هاي بدل ما تكون 0 روح لي على فريكوانسي 1. ايش سوي عليه؟ زيد عليه بمقدار 1، اوكي، زيد عليه بمقدار 1، كم صارت؟ يعني عندي 2، تمام. بعدين العداد صار عندي 3، يعني احنا رجعنا العداد صار 3. طيب معناته انت بدك تروح تجيب التي اوف 3، تي اوف 3 ايش فيها؟ 2. فمعناته بدي ازيد 1 فين؟ فين بدي ازيد الواحد؟ اوكي، اي دونت نو، بدي ازيد الواحد على الاثنين مكان الاثنين، فهي صارت 1 عندي، صارت عندي 1. بعدين العداد الاي صار 4، صح؟ لانه احنا بنلف بعدنا. فانت بتقول له روح شوف لي ايش موجود بالاري اصلها على موقع 4، ايش حصلنا؟ 1. فيقول لك اه معناته هو الرقم الواحد اللي تكرر، فاروح على 1 وازيدها، فكم 1 صارت؟ 3، تمام. بعدين العداد حيصير 5، حنرجع 5، 5 كم فيها؟ ايش فيها؟ 0. يعني انا هون اجيت بحكي له اعطيني التي للخمسة اللي هي كم؟ 0. الصفر روح زيدها 1 مكان الصفر، هون زيدها 1، كم حصارت؟ 2، تمام. بعدين العداد صار 6. هلا 6 اقل من 6؟ لا، توقف هذا الدوران خلاص.
هذا الدوران مهم ومش مهم، هذا فقط للطباعة، هذا عشان أطبع النتائج. فهو إيش يصير؟ حيصير كالتالي، يعني أنا لو رجعت رسمت لك الفريكوانس هاي، خلينا نرسم هذه الأري مرة ثانية، هيها هنا هرجع أرسمها. يعني أنا بالحلقة الأخيرة صار عندي 2، صار عندي 3، 1، 0، 0، 0، هذا العنصر 0، 1، 2، 3، 4، 5، تمام؟ بس رجعت رسمتها مرة ثانية. أوكي، هلأ هاي هذه الجملة الطباعة كيف رح تشتغل كالتالي. If frequency، إذا بتتذكر المحاضرات إيش قلنا؟ قلنا كل الأعداد عبارة عن true، أي عدد، أي عدد، أي عدد عبارة عن true، ما عدا الصفر عبارة عن إيش؟ عن false، تمام؟ طيب الآي أنا عرفت آي جديدة، يعني خلاص نسينا هاي، أوكي عرفنا هنا آي جديدة. أنا هلأ بشرح بالعداد هذا، أنا بشرح بهذا الجزء، تمام؟ عرفنا آي جديدة صفر، روح على الآي أوف صفر، رحنا عليها، اسأل شو أعطاك 2؟ يعني هون الجواب true، يعني حندخل، إيش رح يطلع؟ رح يطلع صفر اللي هو الإندكس آي، رح تطلع كلمة appears إنه ظهرت frequency of I، أعطيني قيمة الفريكوانس صفر، يعني أعطيني قيمة الفريكوانسي هاي تاعتها الصفر كم؟ 2 appear 2 وتايمز رح تطلع إيش عندي على الشاشة. بعدين الآي بصير 1، الواحد إيش قيمته؟ 3، يعني true، نفس المبدأ حيعطيك 1، حيعطيك appear كم؟ 3 times. بعدين العداد حيزيد، حيزيد كم؟ حيصير 2، معناته بقول لك روح لي على المكان اللي هو رح تطبع الآي 2، والفريكونسي للاثنين هون صارت الاف 2 الاندكس إلها كم؟ رح تطلع لك 1 تايم. بعدين العداد حيصير 3، روح لي على 3 لقى 0، 0 يعني صار فولس، 0 يعني فولس ما حيدخل. طب زيدة العداد صار 4، 0 ما حيدخل لأنه فولس، 5 فولس، تمام؟ وهكذا. بس بعدين لما يصير 6، 6 أقل من 6 لا فيوقف الشرط. فبساطة أنا قدرت إني أقول لك قديش عدد تكرار الرقم مثلاً 1 في هذه الأري، عدد 2 في هذه الأري، وهكذا. أوكي؟ هاي هي ببساطة. فياريت إذا يعني حتى يعني حل الدكتور بصراحة هنا هذا، لأنه هنا ترى هو معقدها كثير بالحل، بالحل الأسئلة هذا، حاط دورانين داخل دورانين. وطبعاً على الكومبايلر إذا أنت بتطبقه على مبدأ السي بلس بلس رح يعطيك ران تايم ايرور، يعني عند التنفيذ رح يعطيك غلط، تمام؟ فالطريقة اللي أعطيتها هي سهلة، وبتعطيك كمان بيجو أوف أن. ليش بيجو أوف أن؟ ليش بيجو أوف أن؟ لأنه أنا فعلياً فعلياً أنا هون بس هذا اللي رح أستخدم فيه الدوران، هذا الدوران، هذا الطباعة، هذا الطباعة مش مهم بالنسبة لنا، دوران واحد معناته بيجو أوف أن أنا التايم كومبلكس اللي بهذا الكود. أوكي؟ إن شاء الله تكون الصورة واضحة، وإن شاء الله رح نرفع السؤال رقم 3 as soon. Good luck.